بالنسبة لي كأس الأمم الأفريقية تعتبر زي مسرح كبير بتقدم فيه فنك وقدام القارة كلها، فأعتقد إن الواحد مشارك في البطولتين بالنسبة لي ليا ذكريات جميلة معاهم، زي ما بقول إن أنت بتعرض فنك قدام القارة، فكان البطولتين اللي شاركنا فيهم الحمد لله كان لنا الشرف إن احنا نفوز بيهم وقدمنا فيهم أداء كويس ونتيجة كويسة. 2008 في غانا بطولة كلها على بعضها كده بالنسبة لي حاجة مميزة بالنسبة لي، أي نعم بدأت فيها في المستوى الفني كنت احتياطي في المنتخب، إنما في الأدوار اللي بعد كده الحمد لله كان ليا شرف المشاركة فيها. فبطولة كأس الأمم الأفريقية في غانا 2008 ذكرياتها كلها بمبارياتها بأيامها تعتبر بالنسبة لي ذكريات جميلة. يعني دايما القارة الأفريقية غنية باللاعبين، انما الجيل اللي انا عاصرته سواء من الثلاث بطولات اللي انا عاصرتهم فيها، يايا توريه، ايتو، دروجبا، جيان، كل النجوم دي لهم بصماتهم سواء في القاره او في المنتخب او حتى على المستوى الاوروبي. يعني هو في تحديات كبيره، يعني بالنسبه للمنتخب المصري كان عندنا تحديات كبيره، كان الجيل بتاعنا فيه فرق كبيره فيها عندها اسامي كبيره ومحترفين في اكبر الانديه الاوروبيه زي كوت ديفوار، زي غانا، زي الكاميرون. اعتقد ان دي كانت تعتبر تحديات كبيره بالنسبه لنا، غير الظروف اللي كان المناخيه سواء في البطولات الافريقيه، الظروف الصعبه اللي كنا لازم نتعايش فيها من خلال نتعايش عليها ونتغلب عليها، فاعتقد دي تحديات بالنسبه لنا كانت كبيره. يعني كوت ديفوار، منتخب كوت ديفوار كان العقبه الكبيره وتحدي كبير بالنسبه للجيل بتاعنا. كان عندهم اسامي كبيره زي ما بقول دروجبا، يايا توريه، كيتا، اسماء كبيره جدا، وكل الناس كانت دايما المنتخب كوت ديفوار يبقى المرشح الاول والاقوى للبطولات سواء على 2006 2008 2010. فاعتقد ان احنا بالنسبه لنا كان منتخب كوت ديفوار كان يعتبر العقبه الكبيره بالنسبه لنا. انا اعتقد ان اقامه البطوله كل عامين افضل من اقامتها كل 4 سنوات. دايما انا بحب دايما القاره الافريقيه دايما تبقى في الصوره في الواجهه، ودايما كل الاجيال يبقى لها فرصه مشاركه اكبر في عدد البطولات لكاس الامم، فاعتقد انها تبقى كل عامين افضل من 4 اعوام. اعتقد ان من اسباب غياب مصر عن الثلاث بطولات الافريقيه الاخيره الظروف اللي مرت بها البلد بعد الثوره، إيقاف الدوري، تغيير جيل بجيل آخر، عدد من اللعيبة اعتزل كان يعتبر العمود الفقري بالنسبة لمنتخب مصر، فكل دي عناصر أثرت على المنتخب القومي في عدم المشاركة في الثلاث بطولات. إنما أعتقد الفترة الجاية إن شاء الله في جيل قادر صغير عنده موهبة خد خبرات من خلال الاحتكاك الأخير، أي نعم الاحتكاك كان نتيجته فشل للصعود، إنما أعتقد يبقى ده درس ليهم، وفي الفترة الجاية أعتقد أن الواحد متفائل إن شاء الله لمصر تشارك إن شاء الله في البطولة القادمة والبطولات القادمة، ودايما نحرز يبقى هدفنا إن احنا نحرز البطولة، عندنا رقم قياسي في عدد البطولات 7 بطولات، فأعتقد إن احنا قادرين إن شاء الله على العودة. مباراة غانا كوت ديفوار مباراة يعني تتويج فني لنجاح البطولة من الناحية الفنية، إن أقوى منتخبين يوصلوا للنهائي فده تتويج للبطولة في حد ذاته. هيبقى في زي ما بيقولوا يعني معركه شرسه، الكفه متساويه بين الفرقتين، انما حتى طموح كل الفريق متساوي، يعني رغبه الكوت ديفوار ورغبه غانا في احراز اللقب متساويه، انما اعتقد ان الجيل الحالي لكوت ديفوار اللي لم يحرز بطوله كاس الامم الافريقيه ينقصهم كاس الامم الافريقيه، فاعتقد ان طموحه اعلى نوعا ما عن غانا. في لاعبين كتير برزوا من خلال البطولة، إنما يايا توريه يظل المميز حتى الآن، مبارك وكاسو برضو قدم بطولة كبيرة، جيان على الرغم غيابه من بعض المباريات بيبقى مؤثر في فرقته، بوني برضو من العناصر اللي لفتت النظر لأنه دايما المقارنة بين بوني ودروجبا، فأعتقد إن هو قدم بطولة كويسة واحرز اهداف مميزه للمنتخب كوت ديفوار. القادم ان شاء الله بعد اعتزالي، انا مارست فترات معيشه في اوروبا الفتره السابقه، ان شاء الله هسلك مسلك الاداره
التدريب ما عنديش الملكة فيه، إنما في الإدارة إن شاء الله الواحد يطور من نفسه وينمي نفسه ويحاول يفيد مصر إن شاء الله ويفيد النادي الأهلي. شكرا لكم.